لي نيوكاسل يونايتد تسنى كيفاش نيوكاسل اللي يبقى يعاني في هذا نقولوا في هذا الموسم وين الدور الانجليزي الممتاز للبريمير ليغ. شنا برالي كيفاش في الدقيقه 58 عن طريق وارد الذي سجل هدف في الشوط الثاني. شنا نيوكاسل رغم ذلك كاسبور الذي اضاع الهدف في الشوط الاول في الدقيقه 41، شنا اندريا الذي اضاع الهدف في الدقيقه 62. يعني نقولوا بلي اليوم شيان المدرب تاع برالي الذي لعب بخطه ربعة ثلاثة ثلاثة. شنا كيف ستيف بروس المدرب تاع نيوكاسل اللي دخل بخطة ربعة خمسة ربعة واحد، يعني خطة دفاعية محضة. شنا كيفاش نياك بوب الحارس تاع برالي، شنا فيليب، شنا باني بن ماني، شنا جيمس، شنا اريك، شنا جياف، شنا اشلي، شنا جاك كوراك، شنا دويت، اشلي برينس، شنا كاروس. يعني نقولوا كانت المباراة شنا مارتين الحارس تاع نيوكاسل الذي لم يستطع عمل شيء. شنا خافاير، يعني فيدريكو، شنا فابيان، شنا باولو، شنا ويتر، يعني كريستيان اتوس، يعني اسحاق هندان، شنا شون، شنا اندريا، اندي، شنا جوليان تون. يعني كانت المباراة مباراة وين نيوكاسل دائما وراه يلعب في الدفاع وينتظر مخادعة المنافسين، لكن بدون جدوى. شنا كيفاش الشوط الأول وانتهى صفر لصفر. شنا كيفاش برالي وين رمى بكل ثقة ليا في الشوط الثاني من أجل التهديف وين سجل شنا أهداف. شنا الهدف في الدقيقة 58، شنا كيفاش كاسيو الذي أضاع الهدف في الدقيقة 41، شنا يعني أندي الذي كذلك وين أضاعوا نيوكاسل وين أضاعت أهداف كما نقولوا حنا بهجمات معاكسة، هجمات كانت معاكسة، هجمات كانت خاطفة. هذه المباريات الكبيرة، مش نقولوش مباريات كي تشوف أنت، تشوف برالي، تشوف نيوكاسل، يعني تشوف مباراة في القمة، ماشي مباراة تشوف نقولوا راه يعاني نيوكاسل، يعاني ماشي يعني حتى ينهزم بدون لعب، لأن نيوكاسل وراه يقدم مباريات كبيرة فانيك وراه ينهزم. هذه هي المباريات، هذا هو البريمير ليغ، فرق قوية جدا من الصعب الفوز عليها أو من الصعب الانهزام أمامهم. على ذلك نقولوا برالي نيوكاسل، شنا كيفاش نقولوا بلي اليوم نيوكاسل شنا برالي نيوكاسل يونايتد الدور الإنجليزي الممتاز الجولة 17 صحيتم.